بالفعل نحن متواجدين على طريق الملك عبد العزيز، على يميني طبعا أمانة منطقة القصيم، وعلى يساري مركز الملك خالد الحضاري. طبعا اليوم فرحة، أو أمس مساء أمس، فرحة غامرة حقيقة استقبل بها المواطنين قرار منع أو رفع منع التجوال هنا في منطقة القصيم، لكنها بالتأكيد نريدها فرحة حذرة تكون متقيدة بالإجراءات الاحترازية وأيضا التباعد الاجتماعي. طبعا الكثير من المواطنين والمقيمين هنا في منطقة القصيم يتحدثون أنه بالإمكان العودة إلى حياة ما قبل 3 أشهر ومواجهة فيروس كورونا بالحياة الطبيعية، خاصة بعد الخبرة المكتسبة خلال هذه 3 شهور فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وما إلى ذلك، وبالإمكان مواجهة كورونا بالحياة الطبيعية، وهذا يعتمد أكيد على المواطنين والمقيمين. طبعا أمس بعد قرار رفع منع التجوال، أمير منطقة القصيم شدد على 4 نقاط مهمة، هي التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وعدم المصافحة والتعقيم المستمر. وأيضا وجه أمير منطقة القصيم لموظفي إمارة منطقة القصيم وأيضا المراكز والمحافظات التابعة لها بتحميل تطبيقي تباعد وتوكلنا، هذين تطبيقي لهما دور كبير إن شاء الله في مواجهة فيروس كورونا. نعم، يعني هذه النقطة تحديدا فعلا، يعني أمير منطقة القصيم بمبادرته بنفسه بتحميل التطبيقين أولا، وبالتالي أيضا التوجيه على جميع العاملين بالأمارة بأن يحملوا التطبيقين. يعني الحديث عن هذه الفكرة أنها المفترض من الجيد أن تعمم خصوصا في كافة الجهات حتى يكون هناك ضمانة وأيضا تأكد بشكل أكبر بالنسبة للشوارع. نعم، في القصيم والحركة. تفضل. هناك فكرة لتعميم هذه أيضا على بعض المؤسسات الحكومية، أيضا موظفي المؤسسات الحكومية الأخرى أيضا. مبادرة رائعة. طيب إبراهيم، الشوارع يعني فيما يتعلق بحركتها، الحركة المرورية، هل تشعر بكثافة؟ أيضا يمكن المحال التجارية داخل القصيم، هل أيضا رصدت كثافة أو تغير أيضا بالنسبة لعدد المقبلين عليها؟ نعم عبدالله، يعني مع صباح هذا اليوم هناك نوعا ما هناك كثافة ليست كالسابق، طبعا هناك كثافة أكثر من الأيام، من أيام طبعا منع التجوال حتى في صباح هذا اليوم. يعني لاحظنا هناك طبعا يعني بعض الكثافة الغير اعتيادية في أيام طبعا منع التجوال، وطبعا لكن لا تصل إلى الازدحام. إبراهيم، تصل إلى الازدحام؟ لا لم تصل إلى الازدحام، لم تصل حتى الآن إلى الازدحام، لم تصل إلى الازدحام، لكنها يعني مع مثل ما نعرف أنه مع عودة بعض الموظفين أيضا إلى أعمالهم وما إلى ذلك زادت بعض الازدحام. نعم، يعطيك العافية. نعم سارة.